لأن الرعاية الإلهية إن لم تصاحبك في الدنيا فستكون من أشقى البشر. والله لو كنت من أغنى الناس مالا لن تنال انشراح الصدر والنور، فهي لذة عالية لا ينالها إلا أهل الإيمان الطاهرين. فسعادة الصدور خزائنها عند علام الغيوب، لا تشترى بالمال، إنما هي وهب من العزيز المنان لمن أحبهم وقربهم إليه من الأصفياء الأنقياء الأتقياء. فأولياء الله مطمئنون سعداء بالله، لا يعانون من الضنك والضيق. قال سبحانه: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إن كنت من المهتدين المتبعين لتعاليم الله فأبشر بالنور والانشراح والأمان، كما قال الشاعر: وإذا العناية لاحظتك عيونها نم، فالمخاوف كلهن أمان، فالمخاوف كلهن أمان.